عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. جهود حثيثة سياسية كانت أو إنسانية في الحقيقة بتقوم بها الدولة المصرية وحتى اللحظة، بداية سيد أشرف، إلى أي مدى كان للجهود، سأبدأ معك بالشق السياسي، لا هذا التأثير المباشر على ما يحدث داخل فلسطين وتحديدا في قطاع غزة؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين الكرام. بالتأكيد الجهود المصرية متواصلة من أجل التأثير على الوضع داخل غزة والوضع على الساحة الفلسطينية والوضع الإقليمي والوضع الدولي، لأنه الجهود عبارة عن حزمة متكاملة في كل الاتجاهات للوصول إلى التأثير المرغوب. ربما الآن هناك يعني بعض الحراك أو الإيجابية الناتجة عن نجاح هذه الجهود في تخفيف الأزمة. الأزمة مثلا في شمال غزة خفت بشكل كبير، أصبحت تصل كميات من كبيرة نسبيا من المساعدات، لدرجة أنه بدأ الناس لأول مرة يعني يعودوا إلى توابير المخابز، كانت يعني من المحرمات. بدأت الفواكه تدخل. مصر لم تكتفي بالمساعدات اللي كانت بتدخلها برا من رفح، ولكنها ايضا يعني شاركت في عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات في الشمال، شاركت في الضغط على اسرائيل لفتح منافذ من الشمال. هذا التطور ايجابي لكنه لا يكفي. الامر الاهم هو وقف العدوان بشكل كامل، الانسحاب الاسرائيلي، اعادة الاعمار. للأسف هذه الجهود كلما تقدمت خطوة عادت خطوة أخرى. وخلينا نتكلم بصراحة، وهذا رأيي الشخصي، أنه يعني ليست إسرائيل وحدها هي العائق في نجاح المساعدات، ولكن أيضا حماس فيها دور، لأنها تبحث، ما زالت تبحث عن صورة انتصار دون التفكير بشكل كبير في الوضع الإنساني الصعب جدا، في الخسائر الذين يتساقطون يوميا. فإنه إسرائيل لديها الاستعداد وجهزت الساحة فعليا أو جهزت الميدان في غزة للبقاء سنوات. العالم بدأ يعتاد على هذا الوضع وخلاص أصبح عادي بالنسبة له الحرب في غزة، زي ما أصبح عادي بالنسبة له ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في كل مكان في العالم. ومصر مدركة لهذا، ولذلك الجهود المصرية متواصلة وبتتم في كل الاتجاهات. لكن للأسف يعني هذه المجهودات الخارقة، هناك أخطاء، ربما هناك عدم تواصل حقيقي بين قيادة حماس في الداخل وقيادة حماس في الخارج تؤثر التوصل إلى هدنة. لو كنا بالفعل وصلنا إلى تطبيق المرحلة الأولى من الهدنة والتبادل، ربما كنا نعول الآن أو نأمل أنه الحرب ستتوقف بشكل نهائي. لكن للأسف الجهود تبذل على المستوى الإنساني والمستوى السياسي، لكن طيب لأسباب تتعلق بالطرفين، طبعا بالتركيز بإسرائيل التي تشن العدوان، هي تتحمل المسؤولية الأكبر، لكن الأمور لم تؤتي بأكلها المطلوب. طيب في النقطة دي سيد أشرف، في الحقيقة حتى وإن كانت الـ يعني كما تفضلت وذكرت الناس بدأت تعتاد بشكل أو بآخر، ولكن ستظل القضية الفلسطينية تحديدا هي قضية القضايا بالنسبة للعرب حتى بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بالصراع الإيراني الإسرائيلي. الدولة المصرية خرجت وصرحت أنه الأهم هو ما يحدث داخل قطاع غزة، وألا تؤثر هذه التطورات بشكل أو بآخر على المدنيين والفلسطينيين في القطاع. فيما يتعلق بتعاملات مصر مع القضية، مصر في الحقيقة مشت في أكثر من مسار، وكان كل المسارات دي مشت فيها بشكل متوازن. كيف استطاعت الدولة المصرية أن هي توازن فيما بين التعامل مع أو الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع، الحرص الدائم على إيصال المساعدات كما تفضلت وذكرت في بداية حديثك؟ ما هي محددات الدولة المصرية في تحركاتها في القضية دي حتى تظل هذه القضية قضية القضايا بالنسبة لها سيد أشرف؟ يعني هو الأمر بسيط جدا. فلسطين
غزة أمن قومي بالنسبة لمصر، وبالتالي هي أولوية في سياستها الخارجية، بل إنها أيضا أولوية في سياستها الداخلية. يعني كلنا شفنا إنه الأوضاع السيئة في غزة والانفلات أدى إلى انفلات وفلتان أمني وإرهاب في سيناء في فترة ما، وبالتالي دائما عيوننا داخليا على غزة وعيوننا خارجيا على غزة وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام، لو على أنه هذه القضية ستظل كما قلت دائما يعني حاضرة لدى الجميع، لأنها مرتبطة بمقدسات ومرتبطة بوضع ديني ومرتبطة بروابط يعني عرق ولغة ومصهرة وما إلى ذلك لمصر والغير مصر. لكن أخشى أن إسرائيل يعني تكون حاليا في طور التخطيط لفصل ملف غزة عن بقية ملف فلسطين وتجميد الأوضاع في الضفة والقدس، ويتعامل العالم على غزة على أنها يعني دولة مستقلة أو قطاع مستقل أو شيء مختلف تماما. ولذلك بنشهد أن إسرائيل دائما في أي مفاوضات وفي أي اشتراطات بتحاول تبعد غزة عن ربط، بتحاول تبعد غزة عن أن تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال مع القدس ومع الضفة ومع الداخل. ودي من المشكلات الكبيرة جدا اللي ممكن يبان تأثيرها على مدى الأيام، إنه خلاص دي غزة يعني قطاع متمرد أو قطاع خارج نطاق السيطرة أو والتعامل معها هيكون بعيدا عن الملف الفلسطيني. وحتى يعني ربما هناك مطالبات في إسرائيل أنه في حالة التفاوض مع السلطة الفلسطينية نخرج غزة من الموضوع، وده شيء مدركه مصر بشكل يعني دائم ومستمر وبتحاول دائما. الحقيقة أستاذ أشرف حضرتك سبقتني في الإجابة، لأن دي نقطة كنت هسأل حضرتك عليها. إن كانت قضية تهجير الفلسطينيين كان ملف أجهضته الدولة المصرية حتى قبل أن يتم تنفيذ فيه أي شيء، ماذا تمتلك الدولة المصرية الآن من أوراق سيد أشرف من وجهة نظر حضرتك لعدم التطرق أو التوصل إلى السيناريو الأكثر تشاؤما اللي يمكن حضرتك طرحته دلوقتي؟ لا، هو مصر تملك أوراق كثير. مصر تملك أوراق إنها قوة إقليمية يحسب لها حساب. مصر تملك أوراق إنها دولة مجاورة لمنطقة الصراع سواء في غزة أو في فلسطين. مصر تملك أوراق إنها دولة لها تأثير في العالم العربي والعالم الإسلامي، وإنها أيضا جزء من منظومة أو جزء رئيسي في منظومة السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وهي دائما وأبدا تتبع سياسة حكيمة لا تندفع يعني كما يريد البعض في الدخول في صراعات. يعني أنا دائما الناس اللي بتقول مصر ليه ما تدخلتش عسكريا، ومصر ليه ما قطعتش العلاقات مع إسرائيل، ومصر ليه ما طردتش الإسرائيليين. طيب نفترض أن احنا عملنا كده، كان مين حيتوسط لإدخال المساعدات؟ كان مين حيتوسط للتفاوض؟ فناس كتير بتاخدهم الجلالة فيما يتعلق بالحماسة وما إلى ذلك، لكن القوة التانية اللي بتاخد مواقف عنترية ماذا فعلت؟ بتكتفي بأنه يتسقف لها على أنها خدت موقف عنتري ثم لا شيء. يعني حتى القوة الإقليمية والعربية اللي تدخلت وأطلقت صواريخ على إسرائيل أو غيرها ماذا فعلت؟ ماذا أفادت الشعب الفلسطيني؟ هل حد بيتابع أو يعرف الصواريخ اللي خرجت من اليمن ولا العراق ولا سوريا راحت فين؟ لم يحدث أي شيء. هل تدخل حزب الله غير في المنظومة ولا خفف الضغط؟ هل ما فعلته يعني إيران باستخدام أدواتها في المنطقة والدخول المباشر وإطلاق مئات المسيرات والصواريخ سواء باليستية أو كروز فعلت شيء؟ بل بالعكس، عندما كانت الصواريخ في طريقها لغزة كانت وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي بتبني جسر على وادي غزة عشان القوات تتحرك. كان العدوان كان مازال مستمر على المسيرات وغيرها. امبارح كان توسيع للعدوان في الشمال في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا. إذن الشيء الوحيد المؤثر هو العمل بالعقل وليس بالعاطفة، لأنه الحروب يعني ليست يعني وليمة يبدأها أحدهم ثم يدعو الآخرون للانضمام إليها.
هذا كلام عفى عليه الزمن، والحروب كلما اتسعت ودخلت فيها أطراف كلما ازدادت قوة وشدة، ويعني دخول أطراف كثيرة لا يعني إنهاء أي صراع، وإنما توسيعه وزيادة أعداد الخسائر. ولذلك تعمل مصر من خلال خبرات عديدة اكتسبتها على مدى عقود في الصراع العربي الإسرائيلي، إنه الحل السياسي هو الحل الذي يعني ينجح دائما وأبدا ويؤتي أكله. مصر دخلت حرب أكتوبر، انتصرت ثم فاوضت وحصلت على أرضها بالكامل. دول اللي رفضت المنهج المصري تبكي اليوم، أرضها هضمت يعني قطعة تلو قطعة وضمت لإسرائيل. ولذلك يجب على كل الأطراف أن يدرسوا جيدا الموقف المصري، لأنه ده الموقف الوحيد الذي سيؤدي إلى حل القضية الفلسطينية. طيب ومن خلال متابعة حضرتك للمشهد أستاذ أشرف، هل ثمت حلول سياسية نقدر نقول إن هي مطروحة الآن في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، التوترات اللي بتتزايد يوم تلو الآخر، حتى الصراع الإيراني الإسرائيلي اللي دخل يمكن مؤخرا على الخط، هل ثمت حلول سياسية نقدر نقول إن هي مطروحة الآن على الطاولة؟ يعني خليني الأول أعلق على ما يتعلق بالصراع الإيراني الإسرائيلي. إيران يعني أول حاجة الدور الإيراني في المنطقة وأدوار دول أخرى غير مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي أساسا، ولكن هو مرتبط بصراع تاريخي من آلاف السنين بالهيمنة والتوسع في المنطقة. ودائما الأدوات أو المبردات تتغير، مرة باسم الإسلام ومرة باسم العروبة ومرة باسم القدس. إيران بكل ما تملكه من قوة وبكل دعمها المفترض لحماس وتدريب عناصرها وتمويلها، ألم يكن بإمكانها إذا كانت تريد نصرة الشعب الفلسطيني أن تتدخل بقوة من اليوم الأول؟ ألم يكن بإمكانها أن توعز لحزب الله أن يدخل بكل قوته؟ لكنها لديها هدف خاص بمصالحها الداخلية، هذا الهدف يعني تعمل على تحقيقه من خلال مناوشات أو غيره. الصواريخ اللي أطلقت كلنا شفنا أنها أشبه بالصواريخ التلفزيونية، وعملية يعني لم تكن يعني تتم بدون مثلا إبلاغ مسبق للآخرين عشان ما تقعش خسائر كبيرة وعشان يتقال إنهم عملوا. لكن الموقف المصري موقف مختلف، لأنه موقف نابع من معرفة الاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطيني. صح. الاحتياج الحقيقي للشعب الفلسطيني الآن ليس أن يحقق نصر عسكري، ولكن أن يتوقف العدوان. النصر العسكري أصبح وهم لأنه غزة دمرت، الإسرائيليين قطعوا غزة، الإسرائيليين أقاموا مناطق عازلة في كل مكان، وبالتالي لابد من وقف العدوان. هيفضل تعنت يعني عفوا من جانب حماس في قبول أي مبادرات تطرح من مصر والوسطاء إلى أن يعني تحصل حماس على صورة انتصار، تنسحب إسرائيل فيخرج السنوار ويقول انتصرنا. أي انتصار؟ دمرت غزة. لكن الآن لابد من قبول الهدنة وتبادل الأسرى المرحلة الأولى، وترك الأمور للوسطاء يعني لإنقاذ الشعب الفلسطيني، لإنقاذ ما تبقى. خليني أقول لك، إحنا ببساطة شديدة غزة أصبحت غير صالحة للحياة. يعني دلوقتي الناس قاعدة لأنها مش قادرة لا تخرج ولا تدخل، لكن عندما يتوقف العدوان، عندما يرى الناس حجم الدمار، عندما لا يجدوا بيوتهم، عندما لا يجدوا أعمالهم، عندما لا يجدوا مدارسهم ومستشفياتهم ومواصلاتهم، سيخرجوا بحثا عن عمل. نعم. ربما مؤقت، وربما يخرجوا ولا يعودوا، لأنه غزة. نعم. لن يعاد إعمارها إلا إذا انتهى الصراع، وبهذا الشكل. صحيح. الصراع لن ينتهي، لأن هناك من يؤججه دائما لأهداف. نعم. خارجية. نعم.